تصدر هاشتاج صلاح وفخر العرب موقع تدوينات المصغرة تويتر بعدما نشر صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي صورته مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو على غلاف ميغال جي كيو، وانهالت الانتقادات للاعب بسبب الصورة التي ظهرت فيها عارضة الأزياء تقف خلف صلاح وتطوقه بذراعيها. وحرض مغردون زوجة صلاح أم مكة قائلين تعالي شوفي جوزك. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كوميكس ساخر لزوجة صلاح مستوحى من فيلم الممر في حوار أحمد عز مع الضابط الإسرائيلي وهو يقول له أنا مش هقتلك أنا هاخدك معايا مصر. وظهرت زوجة صلاح باللبس العسكري وبجانبها زوجها بزي الضابط الإسرائيلي وهي تقول له أنا مش هقتلك عشان الموت راح عليك أنا هرجعك المقاولين تاني.